ينضم إلينا الآن من لندن الأستاذ أحمد مصطفى الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. يعني سيد أحمد، بعد التحية، الآن ونحن نتابع ربما تداعيات الضربات المتتالية لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على بعض المواقع في اليمن، كيف يلقي هذا بظلاله على المشهد السياسي ربما في المنطقة، وربما أيضا يكون له يعني زي ما بنقول دايما مصائب قوم عند قوم فوائده، أنه ربما يغير ساكن فيما يتعلق بالاتجاه اقتصاديا لممر الملاحة في البحر الأحمر؟ نعم، يعني في الحروب وفي الأزمات وفي الصراعات غالبا ما تكون مشاكل قوم عند قوم فوائد. المستفيد الأكبر من تعطيل الملاحة في هذا الممر المهم عبر البحر الأحمر من باب المندب إلى قناة السويس هو الولايات المتحدة الأمريكية، والمتضرر طبعا الأكبر هي الصين ودول آسيا وأوروبا، لأنه يعني هذا الممر رغم أنه يعبر منه ناقلات نفط لكنها في الأغلب ليست كثيرة، يعني نسبة لا تصل حتى إلى 10% من النفط المشحون بحرا، لأنه أغلب النفط المتجه إلى آسيا إلى الصين والهند واليابان وغيرها يخرج من الخليج من مضيق هرمز يسارا، لا يمر في بحر العرب ولا في مضيق باب المندب ولا عبر قناة السويس. فقط هذه النسبة القليلة هي النفط القادم من منطقة الخليج الذاهب إلى أوروبا. الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد، ليس فقط الآن ولكن حتى منذ العام قبل الماضي حين بدأت الحرب الأوكرانية، الولايات المتحدة زادت صادراتها من النفط والغاز إلى أوروبا بما بين 10 إلى 25%، حلت محل النفط الروسي. صحيح أن أوروبا تستورد بعض النفط من مناطق أخرى، لكن هذا يتضرر في حال تعطل الملاحة في البحر الأحمر. الأهم هو سفن شحن الحاويات، التجارة بين أوروبا وآسيا وخاصة الصين. أوروبا لم تستجب بالشكل الذي أرادته الولايات المتحدة لمحاولة فك الاشتباك أو يعني فك الارتباط التجاري مع الصين بالشكل الذي يشكل عليه عقوبات. الآن تتعطل هذه التجارة أو القدر الأكبر منها، وبالتالي لن يكون أمامها إلا التجارة عبر الأطلسي، وبالتالي استفادة الولايات المتحدة. سيد أحمد، يعني ما تذكره يتسق مع بايدن وتصريح بايدن أن هذه الضربات المحددة لأهداف هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع الهجمات. هل نقرأ في هذا التصريح ربما إشارة لأبعاد أخرى أو ربما خطوات أخرى لتصعيد الموقف في المنطقة من قبل طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها؟ من المهم أيضا توضيح أن قرار مجلس الأمن أول أمس لم يعطي تفويض لهذا التحالف المكون من أمريكا وبريطانيا وعشر دول أخرى لاستعمال القوى العسكرية تجاه اليمن، ولذلك نلاحظ أن تصريحات البريطانيين والأمريكيين اليوم هي أن هذا عمل مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا لاستهداف مواقع محددة في اليمن لا علاقة له بتحالف حماية التجارة، يعني يؤكدون في كل تصريحاتهم ذلك لأنه ليس هناك تفويض من مجلس الأمن. هذا عمل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه اليمن، والحوثيون أيضا يعتبرونه كذلك. أعتقد أن هذا التصعيد بدأ الأسبوع الماضي حين حاولت زوارق يمنية الصعود على سفينة شحن في المنطقة، فقامت القوات الأمريكية الأساطيل الموجودة في المنطقة بقصف هذه الزوارق وقتل العناصر اليمنية فيها. رد الحوثيون بصاروخ على قطعة ربما من الأسطول الأمريكي، سفينة أمريكية لا أتصور أنها كانت سفينة تجارية، وهذا الذي جعل الأمريكيين يذهبون إلى مجلس الأمن. تأثير يعني ما يحدث على عسكرة الملاحة في البحر الأحمر، يعني وزير الدفاع الأمريكي لوي أوستن صرح أن الضربات استهدفت أجهزة وبنى تحتية وصواريخ، وأن الهدف يتمثل في تعطيل وإضعاف قوة الحوثيين على حد تعبيري على تعريض البحار للخطر وتهديد التجارة العالمية. هل تقرأ ثمة يعني تغيير في مسار في البحر الأحمر أو ربما عسكرة الملاحة في البحر الأحمر؟ العسكرة موجودة بالمناسبة حتى من قبل تطور الأحداث ومن قبل الهجوم على غزة، ولكن ما حدث هو محاولة الولايات المتحدة أن تجعل من ذلك تحالف أسطولي دائم مزيد من القطع الحربية في المنطقة. بالنسبة لما يصرح به الأمريكيون أو البريطانيون، من المهم جدا ألا نأخذ كل هذا الكلام على محمل الصدق، لابد أن يعني نبلعه مع شوية ملح. يعني
لأنه استهداف 16 موقع و60 هدف. ومن المهم جدا يعني التذكير بأن الحوثيين كل طرقهم وأسلحتهم بدائية جدا، وبالتالي مهما كان ما استهدفوه من رادارات أو غيره من السهل جدا أن يحدث هذا من أي بيت في اليمن. وبالتالي مسألة الـ 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 يعني المستهدف بمعنى وقف هذه الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التي تتعامل مع إسرائيل كما كل الحوثيون مسألة مشكوك فيها إلى حد كبير. لكن من المهم أيضا أن هذه رسالة ليس فقط للحوثيين ولكن لمن يقف وراءهم وهو إيران. يعني الدعم الإيراني للحوثيين أعتقد هو المستهدف بهذه العملية التي تمت فجر اليوم، وخاصة أنه جاء بعد سيطرة الإيرانيين على ناقلة نفط عراقية وتحويلها إلى سواحلهم. هم يفعلون ذلك باستمرار بالمناسبة باعتبار أن هذه السفن تحمل نفطا مهربا، يعني الإيرانيين يفعلون ذلك دائما. لكن هذا التصعيد له علاقة أكثر بإيران منه بالحوثيين، ويتضرر اليمن في النهاية بشكل مباشر. في أول رد فعل عربي على الضربات الغربية ربما أعربت السعودية عن قلق بالغ في أعقاب الضربات اللي بتشنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على مواقع عدة في اليمن، داعية إلى ضبط النفس ومشددة في الوقت نفسه على أهمية الاستقرار في منطقة البحر الأحمر. هل من الممكن الآن النظر أن على اشتعال الموقف بصورة أكثر، يعني تزيد من التوترات طبعا في المنطقة، أما الأمور تسير في حالة من الاضطراب الواضح بشكل كبير أيضا؟ السعودية مثل بقية دول المنطقة بما فيها مصر لا تريد أي تصعيد. ويعني لاحظنا أن السعودية شواطئ البحر الأحمر أكبر ربما حتى من مصر، ومع ذلك هي لم تشارك في هذا التحالف. السعودية تتجه منذ فترة إلى محاولة تسوية الوضع في اليمن من خلال العملية السياسية وليس من خلال التصعيد العسكري. هذه العمليات الأمريكية والبريطانية تجاه الحوثيين يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل قد تطال بعض الدول الخليجية، لا أحد يريد ذلك. السعودية تفضل وتعمل في الحقيقة على أساس توجه نحو تسوية سياسية. يعني ليس بالضرورة أن نفترض نظريات مؤامرة الأمريكيون والبريطانيون، يعني لننسى البريطانيين قليلا لأنه يعني فقط تابع للأمريكيين. الأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توصل رسالة إلى إيران بشكل قوي وعسكري. نلاحظ ايضا وحتى بريطانيا احمد، يعني عفوا دون مقاطعه، حتى بريطانيا سوناك قال في بيان له ان رغم التحذيرات المتكرره للمجتمع الدولي واصل الحوثيون تنفيذ هجماتهم في البحر الاحمر مره اخرى هذا الاسبوع، وان بالتاكيد انه يكون في رد. واعتقد طبعا دي مساله كانت بشكل كبير جدا فيها استقراء لما حدث فيما بعد، او ربما هو اشاره لما يحدث من ضربات نشهدها اليوم. بالنسبة لبريطانيا، بريطانيا تزايد غالبا على الولايات المتحدة. منذ بدأت حرب أوكرانيا كان بوريس جونسون يزايد حتى على الأمريكيين في انتقاد الروس، حتى تصور المرأة أن بريطانيا ستغزو روسيا. يعني كل هذه المزايدات في الأغلب ليس لها قيمة كبيرة. القوى الحقيقية الفاعلة هي الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا تريد دائما أن تبدو أنها ليست أوروبية ولكنها أمريكية، خاصة بعد بريكزيت. لكن في النهاية تأثيرها، يعني ماذا عن بريطانيا؟ بريطانيا كان لديها حاملة طائرات أجرتها لفرنسا لأنه ليس لديها طائرات تضعها عليها. يعني بريطانيا ليست في هذا الوضع. القوى الحقيقية الموجودة هي القوى الأمريكية. أستراليا مشاركة في هذا التحالف وليس لديها قطعة واحدة موجودة في البحر الأحمر. يعني كل هذه مزايدات ومجرد مجاملات. يعني صحيح. السؤال بيفرض نفسه أيضا أن يمكن قبل ساعات من هذه الضربات أكد عبد الملك الحوثي أن أي هجوم أمريكي لن يكون أبدا دون رد. هل نقرأ ثم التوقع لهذه الضربات ربما قبل يعني وقوعها بالفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؟ مرة أخرى لا يجب أن نبالغ في توقعات رد الفعل، وأن الحوثيين واليمن كله يمكنه أن ينال من القوى الأمريكية أو من الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة. صحيح. هذا 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 يشابه إلى حد كبير ما تقول إيران دائما حين تضرب إسرائيل مصالحها في سوريا، تقول إنها تحتفظ بحق الرد. حين يحدث أن تضرب إسرائيل لبنان نفس المسألة. لكن ما حدث اليمن له عمل تعسفي وانتهاك القانون الدولي كما صرحت إيران.
بالتأكيد، لكن هذه القوة كلها المرتبطة بإيران تأخذ في الحسبان الموقف الإيراني، هل إيران تريد تصعيدا أو فتح جبهة؟ لا أتصور ذلك، لكن هذا لا يعني أن الحوثيين سيتوقفون عن استهداف السفن خاصة الذاهبة إلى إسرائيل أو السفن الإسرائيلية في المنطقة، لأنه مرة أخرى يعني الوسائل التي يستخدمونها ليست بالمعقدة وليست بالمكلفة، وبالتالي سيستمرون في ذلك. وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا على الأغلب سيزيد من التعقيد، وربما يدفع بعض الشركات التي ما زالت تسير سفنها عبر باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس إلى التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا طبعا مشكلة كبيرة خاصة لأوروبا، لأنه نسبة 30% من الشحن بالحاويات خاصة ما بين آسيا وأوروبا تمر عبر هذا الممر الاستراتيجي المهم. الوقفة الآن مع الصين تحديدا وروسيا، يعني الصين دعت جميع الأطراف إلى يعني منع تسارق النزاع في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين. هل تعتقد أن الصين وخاصة استخدامها لفكرة الضغط أيضا على تغيير القرار المتعلق بمجلس الأمن، وربما كانت بتفرض أو أرادت يعني فرض صيغة بعينها على هذا القرار، ووجدت أن هناك أو أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وضربات حدثت بالفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كيف نقرأ موقف الصين حاليا في هذه الأحداث؟ الصين بالتأكيد منزعجة، لأنه كل ما يضر بعلاقاتها التجارية مع أوروبا هو يعني مسألة مزعجة بالنسبة لها. التصريحات السياسية سواء من بكين أو من موسكو هي لمجرد تعبير عن الانزعاج، لكن لا أتصور أن لها تأثير أبعد من ذلك. الصين تعرف أن هناك صراعا بينها وبين الولايات المتحدة، صراع اقتصادي، هي لا تريد زيادة حدة هذا الصراع وتعقيده أكثر، ولا تريد أيضا أن تصبح أوروبا شريكا للولايات المتحدة في موقف الضغط اقتصاديا على الصين. الموقف الروسي هو مماحكة للولايات المتحدة الأمريكية، أخذ في الاعتبار أيضا مواقف الولايات المتحدة والغرب فيما يتعلق بأوكرانيا يعني، لكن أن يصل هذا إلى حد اتخاذ موقف جاد يؤدي إلى نتيجة عملية على الأرض فيما يتعلق بالبحر الأحمر أو باليمن أو باب المندب، لا أتصور ذلك. سيد أحمد مصطفى الكاتب الصحفي متخصص في الشؤون الدولية متحدثا إلينا من لندن، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.